أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل حزنا إذا شئت سهلا. وبعد، أيها الإخوة، إن أمتنا المسلمة قد دأبت على تخصيص هذا الشهر عموما وعلى ليالي معينة منه على الالتقاء من أجل تعرف أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الفعل في حد ذاته هو فعل مشروع، بل هو من تمام تحقيق الإيمان، ذلك بأن إيماننا يقوم على أسس وأركان. فنحن نؤمن بالله، ونؤمن بالرسل، ونؤمن بالملائكة، ونؤمن بالكتب، ونؤمن باليوم الآخر، ونؤمن بالقضاء والقدر. والذي يريد أن يستكمل الإيمان يجب أن يتم معرفته بهذه كلها، أن يعرف ما يتصل بذات الله تعالى وأفعاله، ويجب عليه أن يعرف كذلك ما يتعلق بالرسول. فمعرفة بالرسول ليست مسألة ثانوية، بل هي جزء من المعتقد. وكلما عرفت ما يتعلق بالأنبياء كلهم كنت قريبا من مفهوم الإيمان. الله تعالى ذكر لنا عن قصد أسماء رسل معينين، ذكر في القرآن أسماء 25 رسولا، هؤلاء بأسمائهم وعددهم أكبر 314، والأنبياء أكثر. والمسلم لا يصح له أن يمر على هؤلاء مرا عاديا لا يحاول أن يسأل عن إبراهيم متى كان وأين وجد. لو سألت الناس عن أبي الأنبياء إبراهيم لما زاد على أن قال إبراهيم نبي فقط، ولكن أين كان، ما قصته. والقرآن تقص قصته وتحدث فيها كثيرا. وكذلك الحديث بالنسبة للملائكة، على الإنسان أن يعرف هذه المخلوقات معرفة ضرورية، وهكذا. فنحن إذن حينما نهتم بما يتصل برسولنا صلى الله عليه وسلم وواحد من الرسل، فإنما نستكمل إيماننا ونحاول أن نعرف هذا الرسول وأن لا نجهله، لأن ذلك لا يصح ولا يتفق مع حقيقة الإيمان. فيما سبق كانت الأمة يوميا تتلقى شيئا من معرفتها بالرسل وبالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الآن أترون أن الناس يتعلمون شيئا كثيرا عن الرسل أو عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا أظن ذلك. في برامج التعليم لا يوجد هذا إلا قليلا. فيما يتعلمه الناس في الدنيا يعلمون أشياء كثيرة ودقائق عن بعض الأشخاص الذين ليس لهم أهمية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فريق يعرف الرياضيين بأسمائهم وبلدانهم وبتواريخهم، وهذا يعرف الموسيقيين، والآخر يعرف المغنين، والآخر يعرف الزعماء السياسيين والآخر. ولكن الذين يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم وهو يستحق أن يعرف هم قلة قليلة، لأن الجهة التي كانت تعلم وكانت تنشر هذا العلم كأنها توقفت. أصبح الناس هم الذين يوجهون الخطاب الديني. يأتيك مجموعة من الناس ليقول هذه الموضوع تتكلم فيها، وهذه موضوعات لا نريدك أن تتكلم فيها، ويستجيب الفقهاء والخطباء درءا للخلاف والفتنة. وليس الأمر كذلك، يجب أن نتعلم وجوبا ما يتعلق بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لنستكمل كما قلت الإيمان.
في هذا النطاق أتحدث بشيء مما يمكن أن يقال في هذا المجلس وما ما ينفع في حقا. ونقرأ قول الله تعالى للمسلمين جميعهم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذا خطاب واضح من حيث الظاهر، إن الله تعالى يقول للمسلمين: لقد وضعت لكم قدوة ومثالا وأنموذجا صالحا لأن تكونوا على طريقته. لماذا الاقتداء برسول الله؟ ولماذا ينسب الله لنا محمد صلى الله عليه وسلم قدوة؟ لماذا؟ هذا ليس عبثا، هذا له حكمة. أولا، لأن الأحكام الشرعية التي كلفنا بها، كل الأحكام لو تركت لقال بعض الناس إنها غير قابلة للتطبيق. مثلا لو قال الناس الآن: نحن لا نستطيع أن نقيم الصلاة لأننا مشغولون بالتجارة وبالأعمال الإدارية وكذا، فإن الصلاة لم تعد من فرائض هذا الوقت، يجب أن نشتغل بشيء آخر. الحياة تطورت، لا يمتنع أن نسمع هذا. قد يقول قائل: إن الحياة تطورت وأصبحنا في صراع وفي ملاحقة للإنتاج، فكأن الصيام لم يعد واجبا وهكذا. إذا الناس بأوهامهم يتصورون أن الشريعة غير قابلة للتنفيذ، إما كلا وإما جزءا. لكن حينما أنزل الله هذه الشريعة، أنزل محمدا فطبقها، فكان تطبيقه لها والتزامه بها دليلا على أنها في مكنة الناس، وأن الناس إذا أرادوا يستطيعون ذلك. قد يقول قائل: أنا لا أستطيع الآن أن، وكثير من يقوله قد لا يقول، إنما يعتقد ذلك: أنني لا أصلي صلاة الصبح في وقتها لأن عندي وقتا آخر، أنا أذهب إلى العمل 8:30 أخرج 7:30، لذلك لا أستطيع أن أصلي الصبح. هذا باطل، هذا من تسويل الشيطان للإنسان. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المعمعة وكان يشتغل وكان رئيس دولة وكان يحافظ على الصلوات، وكان يتأسف حينما شغل عن صلاة العصر وأخرها، قال: شغلونا عن صلاة العصر، ملأ الله قبورهم نارا. ويتأسف لأنه تأخر. أنت لم تكن في مستوى رئيس دولة، هذا رئيس دولة يحافظ على الصلاة، فمن تكون أنت حتى تضيع الصلاة؟ موظف عادي أو تاجر صغير أو تاجر كبير، مهم أن رسول الله سبقك إلى تنفيذ هذه الأحكام. وهذا من رحمة الله بالناس، أن أمرهم وأعطاهم المثال والأسوة والقدوة لئلا يعتذر أحد بأن ذلك ليس ممكنا. ولذلك الله تعالى يقول هذا عن هذا، بأنه لم يجعل الأنبياء ملائكة، لأنه لو جعلهم ملائكة لقال الناس: هؤلاء فوق طاقتنا، نحن لا نستطيع أن نفعل فعل الملائكة، هؤلاء قوة خارقة. إذن فما جعل الله الأنبياء إلا بشرا ليكونوا مثلنا، يتعبون كما نتعب، يتألمون كما نتألم، يجوعون كما نجوع، ثم هم بعد ذلك رسلنا وقدوتنا. وهذا شيء جميل أيها الإخوة، وهذا من لطف الله ورحمته بالناس أن أعطاهم المثال والقدوة. فإذا كنت أنت الآن في أي موقف، فيجب أن تلتقي فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو مثلا كنت في بيتك، في بيتك ستقع لك أشياء كثيرة، في كل محطة في كل موقف يمكن أن يكون لك سؤال: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في موقف مثل موقفي؟ ستجد يقول لك إنسان مثلا:
إن الإنسان في علاقته مع زوجته كما كنا نجد هكذا كان أباؤنا الأشداء، لا يمكنهم إلا أن يكونوا أشداء مع الزوجات، لا يبتسمون مع الأبناء، يكونون مظهرين للرجولة والفحولة في البيت. والإنسان إذا كان يتلطف مع أهله وزوجته هذا رجل مهلهل ضعيف في رجولته، هكذا هذا شيء يتسرب إلى الناس من العوائد. ولكن حينما تقرأ القرآن يتحدث عن صلة رسول الله بأزواجه، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، زين تبتغي مرضات أزواجك. هذه الناس ما يقرأوهاش. إذن كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد عليه القرآن بأنه يحب مرضات أزواجه، لا يحب مغاضبتهن، لا يحب أن يكون معهن على خلاف، هو يحب ذلك، يسعى في ذلك، إلى أن يقول له القرآن لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. إذن أنت تبتغي مرضات أزواجك، ومع ذلك يجب أن تبقى هذه الحدود مرعية. هذا شيء كبير، هذا شيء جميل جدا، في محطة مهمة في حياة رسول الله. ولذلك الذين يتحدثون الآن عن عنف مع المرأة والعنف مع، قل هؤلاء لم يقرأوا القرآن أصلا، والقرآن يتحدث عن لطف رسول الله مع أزواجه وأنه كان يبتغي مرضات أزواجه. وهكذا لك في كل يوم في كل محطة شعاع تلتقي فيه مع نور رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت تريد ذلك. قلت إذن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش أحوالا كثيرة، عاش رجلا عاديا، وكان زوجا، وكان أبا، وكان صديقا، وكان تاجرا، وكان رئيس دولة، وكانت هذه الأحوال كثيرة جدا، هي الأحوال التي عاش فيها الناس. هناك أنبياء آخرون لم يمروا بهذه التجارب، هناك أنبياء لم يتزوجوا، لم يلدوا، لم ينجبوا، فهم من هذا الباب لا يمكن أن يكونوا قدوة لمن لهم أولاد. هناك من لهم أولاد ومات أبناؤهم، ورسول الله كان له أولاد ومات أبناؤه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان قائدا عسكريا، عرف النصر وعرف جيشه الانكسار، ماذا فعل في النصر وماذا فعل في الانكسار، بمعنى أننا نجد مواقف كثيرة جدا ومحطات كثيرة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن يجب أن نبحث عنها ونقول كيف كان هذا النبي. نحن الآن مطالبون بأن نتأسى به، نتأسى به في جميع الأشياء، ماشي في حالة واحدة نقول أنا السنة في هذه أن نذبح الأضحية على هذه الطريقة، هذا جزء من السنة، ولكن السنة واسعة، السنة شاسعة. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في حياته أشياء كثيرة نحتاجها اليوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا واعد، كان إذا واعد الناس لم يخلف، وقد ربما واعده شخص في مكان فأخلف فطال، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم ينتظره مدة طويلة ولم يخلف. كان النبي صلى الله عليه وسلم صادقا واضحا، وإذا قال له أحد الصحابة يا رسول الله لو أشرت إلي في حالة ما، لو أشرت إلي بعينك، لو غمزتني، قال إن الأنبياء لا تجوز عليهم خائنة الأعين. هذه الإشارة والغمز لا تصح، لأن النبي واضح، إذا أراد شيئا قاله. إذن النبي واضح ليس متلونا، ليست له شخصيات متعددة في 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 ذاته. النبي صلى الله عليه وسلم كان صالحا للأخذ والعطاء، كان صلى الله عليه وسلم يتواصل مع الناس، في بعض المرات تهدى له الهدية فكان يقبلها لأن رد الهدية فيه شيء، ولكنه لم يكن يأخذ الهدايا ويصمت، كان يأخذ الهدية ويثيب عليها.
ويجازي عليها. ليس هناك أناس خلقهم الله ليأخذوا ولا يعطون هدايا الناس لأنهم كبار. إن كنت تريد أن تأخذ فدائما فكر بأن عليك أن تعطي. وهذا هو الوضوح، أن لأن الحياة أخذ وعطاء. كم أضاع المسلمون من هذه الأشياء؟ جوانب كثيرة في حياتنا لا صلة له بما كانه يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لا صلة له. المسلمون في بعض المرات يعيشون حياة هزيلة جدا، قد يكون الإنسان في مع إخوانه وهو ينقل أخبارهم، يخرج منا مازال ما يشوفش التليفونات، هذاك هذا كذا، هذاك راه قال هذه، هذاك قال هذه، هذاك قال هذه، شحال لما يكون الإنسان هكا يكون تافه، يكون تافه. لما يعطي كرامته يكون تافه، لما يبيع المستقبل ديالو بدرهمات يكون تافه. ماشي عظيم العظماء عفريت هكا يصور الناس. لما يكذب الإنسان على الناس ماشي لأنه قوي، لأنه هزيل. لا يكذب المرء إلا من مهانته أو عادة السوء أو قلة الأدب. الكذاب هو خواف، كي ترجمه ماشي عفريت، زعما عفريت يعرف انا كذبت على هذا وقلت له لذاك كنت خايف منه. الطفل يكذب على المعلم باش ما يضربوش، يكذب على امه باش ما تضربوش، والكبير كي يكذب راه يكذب حتى هو خايف باش يضربوه بطريقه اخرى، خايف لا ما يبغيوش الناس ولا كذا ولا يعاقبوه ولا يأنبوه ولا شي حاجه. اذا عندنا في رسول الله اشياء واشياء كلها صالحه للتأسي، للصغار للكبار للحكام للمحكومين، ولكن انتم ترون كيف تصير الامه الاسلاميه في منهج اخر، وكيف تنظر الشعوب الاخرى الى المسلمين في تصرفاتهم الراهنه. لان موضع القدوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس محققا. ثم ان الله تعالى اراد لنا ان يكون هذا النبي قدوة لنا وأن لا ننصرف عنه. من انصرف عن رسول الله وقع في حجر غيره. من انصرف عن رسول الله ولم يعجبه أن يكون متأسيا برسول الله فلا بد أن يوقعه هواه في حجر غيره، غير رسول الله. ذلك بأن الفطرة البشرية، فطرتنا نحن لما خلقنا الله بطبيعتنا نعيش وفينا نوع من النقص نستكمله بغيرنا. حينما يكون الطفل صغيرا يضع عينيه على والديه، على أمه وأبيه، وفي مجالات القوة يضع عينه على أبيه لأنه يرى أن أباه أقوى منه، يجلب له الطعام، يدافع عنه، كذا كذا، أخيرا يركز على الأب ويبقى هكذا. والأوروبيون يقولون الصبي يقول إن أبي يعرف كل شيء، أبي يعرف كل شيء، بقى الهد. وحينما يكبر قليلا يقول إن أبي لا يعرف بعض الأشياء، لأن شي حاجة أنا عرفتها قريتها وبما يعرفهاش. وحينما يطعن في السن يقول أما أبي فإنه لا يعرف شيئا، مابقاش يعرف بقى حتى شي حاجة. هذه التراتب، ولكن هو دائما مع أبيه. حينما يضع عينه على أبيه في لحظة في الصغر يكون الأمر كذلك. ثم حينما يكبر يتخذ لنفسه قدوة أخرى، قد يتخذها عن طوع واختيار وقد يدفع إلى ذلك. يقال له يا فلان إن أسوتك وقدوتك هي فلان فلان، وتركز الأنظار. وهذا مش لعب، هذا هو الواقع الذي يقع. لنتصور أن هذا الإنسان كان قد شغف بأشخاص في حومته رياضيين يبقى معهم، ولكن حينما يكبر ترون الناس كي يتحدثون عن كبار الرياضيين واللاعبين ويتمنى الواحد أن يكون مثلهم أو أن يأخذ صورة معهم أو يحظى بتوقيع منهم. ترون هذا في العالم، إذا قالوا فلان فلاني يا ليتني أراه، شيء حاجة كبيرة.
هذا شيء. وفي المجالات الأخرى دائما يوجد هذا النموذج. للناس دائما نموذج من الكبار، الكبار يقلدون، الكبار منا يقلدون من يرونهم في محل الاقتداء، ويبدأ التقليد بعيدا بعيدا إلى أن يصير شبه محو للإنسان. قد يمحو الإنسان ذاته لأنه أعجب بالآخر. ما كان هناك سيادة مثلا وانتشار للمذهب الشيوعي في العالم، كان كل واحد يجب عليه أن يلبس لباسا لأحد يشبه لباس أحد الزعماء. الناس كما كانوا لا بد إذا كان يريد أن يكون راضيا عن نفسه لا بد أن يلبس قميصا يشبه القميص الذي كان يلبسه ماو تسي تونغ، تعرفون هذا بتفصيلته، ماو الهي في الصين تلبس هنا. وهؤلاء كانوا كذلك بالنسبة لستالين، جميع الآن كانوا معمورين بفكر الشيوعي، كانوا لا يلبسون إلا ذلك. ولو أنهم لبسوا ربطة العنق لقيل لهم أنتم قد خرجتم عن المذهب، أنتم أصبحتم برجوازيين، أصبحتم تشبهون الرأسماليين أو البرجوازيين. إذ هذه حياة الناس هكذا دائما. الإنسان بطبيعته قد يتعلق بالغير ويتشبث بالغير. إذن إذا كنت أنت أيها المسلم قد عرفت رسولك وعرفت كمالاته وفضائله وامتلأ قلبك، فقد ملأت القلب وانسدت الأبواب على الآخرين. ولكن في اللحظة التي تفرغ مكان القدوة، ما يكونش عندك قدوة، من يملؤون لك القدوة بشخص آخر، فقد يقال لك إن فلان فلاني هو كل شيء في دينك، هو كل شيء في حياتك، رضاه عنك هي رضا الله عنك، رضا الله عنك، محبتك له هي تنوب عن محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقع للإنسان الخلط والاضطراب. ونحن في عقيدتنا نحب الله ورسوله، الله والرسول، نحب الله لأنه هو المقتدر، هو الذي لا نندم على حبه، حب البشر قد نندم عليه. قال أحدهم مر بشخص يبكي، قال ما الذي يبكيك؟ لما تبكي؟ قال مات حبيبي، كان في غم، كنت أحب شخصا ومات، فأنا الآن الدنيا أمامي مظلمة. قال مات حبيبي، فأجابه هذا الشخص قائلا ولما تحب من يموت؟ مات حبيبك؟ نعم، العيب فيك أنك أحببت من يموت. الذي لا يموت هو الله، لو أحببت الله لكنت دائما سعيدا بمحبته. وهكذا. إذن فهذا المكان التي يجب أن نشتغل عليها، ويجب أن نحل منها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحتاج إلى فهم الدين. ماشي هو تقليد فقط، صلي وروح تمشي، لا، الدين هو فهم، هذه حقائق شرعية، هذه عقيدة. لما تضيع يأتي الإنسان كل منكر يمكنه أن يسلط عليه ولا يبالي. إذن أنت تريد أن تقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، ما هي وسيلتنا جميعا، ما هي وسيلتنا جميعا وطريقنا إلى الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ نحن الآن في بداية هذا الكلام كأننا اقتنعنا بأننا يجب أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كأننا اقتنعنا، ولكن من أين؟ كيف؟ من يقرب لك صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه مهمة موكولة إلى العلم وإلى العلماء. كل شخص يعرفك بنفسه، العالم يعرفك بربك وبرسولك. فلذلك أنت حينما تكون صادقا في تدينك تطالب العلماء بأن يفعلوا ذلك، وواجب عليهم أن يفعلوا ذلك، يجب عليهم أن يعرفوك نبيك حتى لا تعيش في ضلال، في عماية، في نوع من الأوهام. وكل الأوهام التي جاءت البشرية وجاءت للمسلمين الآن إنما هي من فقدانهم
لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الشرعي، الوجه الحقيقي. كيف ذلك؟ كما قلت هو المعرفة، هو نمر إليه عن طريق المعرفة. أنا أقول يجب أن نجرب هذا، ويجب أن يفعل هذا خطباؤنا والصادقون. إذا كان خطباء يضيعون الوقت وصافي، ما يقولون والو، يطلعوا هو يدير السربيس. أنا أقول خصنا رسالة، هذه مهمة نريدها. أي لو أننا أردنا أن نخدم أمتنا ونصدق أمتنا، يجب علينا أن نجتهد نحن في أنفسنا، وأن نجزئ حياتنا إلى قطاعات، وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مواقف. ونطرح هذا السؤال، موضوع أو سؤال، نريد منك يا شيخ يا خطيب أن تعرفنا بالنبي صلى الله عليه وسلم زوجا، كيف كان زوجا؟ يكفيش أن نكون احنا نديروا في البيوت ديالنا اللي بغينا. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الأصدقاء؟ أي الرسول صلى الله عليه وسلم صديقا، وليكن هذا موضوع خطبتي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان له أصدقاء، كان له أبو بكر كان صديقا، كان له أصدقاء في الصبا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن أصدقائه وهو طفل، وكان حينما رجع إلى مكة بعد الفتح كان يمر بأصحابه ويقول لهم هذا مكان، كان يذكر لهم هذا جدار أو بقية جدار، قال هذا مكان كنا نطير فوق فيه طائرا. كان يذكر أنه لما كان مع أصحابه صغار كانوا يشتغلون يلعبون، وكان هناك طائر فكانوا يقذفونه بحجارة ليطير، ويذكر هذا لأصحابه. كان يذكر لهم مكانا، قال هذا مكان أو غدير فيه تعلمت السباحة مع أصحابي. هل سألت عن النبي صلى الله عليه وسلم طفلا؟ وحياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه فيها شاهد لما بعد المبعث، وإن كنا نحن كثيرا ما لا نهتم بذلك. والقرآن أمره أن يقول للناس لقد لبثت فيكم عمرا من قبله، لابد أن تعرفوا العمر الذي لبثه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون رسولا، وهو عمر فيه عبرة وفيه عظة وفيه أشياء كثيرة. نحن طبعا هذا لا نهتم به، لا أهتم بعد مبعث لا نهتم كثيرا. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت يمكن أن نجزئ حياته إلى محطات، وكلما استجمعنا هذا سنحتاج ذلك. كانت في المسلمين الآن تلم بهم ملمات، أشياء تلم بهم ونوازل، فنجد حينما تقع النازلة يقع التخبط، ويختلف الناس ويضطرب الناس ويفترقون. مثلا في منذ مدة ليست بالبعيدة كان هناك سؤال عن بعض الدول، هل نستعين بكافر إذا هوجمنا، نستعين بجيش كافر أم لا نستعين؟ فيقوم الناس يقولون لا يجوز، إنا لا نستعين بكافر، وقال رسول منا لا نستعين بكافر. هؤلاء عرفوا جزءا من الحقيقة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية وكان كافرا، واستعار منه سيوفه ودروعه، وشارك مع المسلمين. إذن فما هو الموقف الذي يتخذه الإنسان بناء على معرفته بسلوك رسول الله في هذه النازلة؟ ليس هذا الموقف وحده ولا ذاك، إن الموقف هو ما يقول به العلماء بأن الاستعانة أو عدم الاستعانة هي من باب السياسة الشرعية، أي إن المسلمين ينظرون في اللحظة التي هم فيها، فإن كانوا قد وصلوا إلى مهلكة وأيقنوا أن خطرا ما يداهمهم من كافر آخر واستعانوا بكافر فقد أنقذوا أو حاولوا أن ينقذوا أنفسهم، وهذه خاصة بهذه الحالة.
ولكن المسلمين لا يستعينون بكافر على مسلم، لأن الأولى هي أن يتصالح المسلمون. وهكذا تلاحظون أننا كلما قرأنا محطات في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما خطب فينا الخطباء الخطباء يجب أن يجتهدوا، أن يقرأوا، أن يجتهدوا، جيبش خطبة قديمة وتفيها العمومات في الناس كي تنوض جبرهم الناس كل شيء نعس وكل شيء مشى لهم الوضوء تنوض ما يصلي بلا وضوء. يجب أن يبقى الإنسان صاحيا، والعالم أو الخطيب هذه مسؤوليته ورسالته. إذا كان ثلاثة ولا أربعة ما عجبهمش الحال وغادي يصدعوك يقول لك الفقيرك طولت علينا ولا قصرت علينا، قولوا روحوا فين ما يطولوا عليكم ولا يقصروا علي. أمتنا محتاجة للعلم، أما الزمان رحنا نضحيوا به. وكنت ما تعرفش واحد حاجة، لو سألتني في كذا وكذا وكذا لا أقول لك يجب أن نبحث هذا الموضوع ويجب أن نشتغل عليه لأجل أن نعرف هذا النبي العظيم. بمعنى يمكن أن أي واحد منكم إذا شئتم أيها الإخوة، أي واحد منكم، أي واحد يقرأ زين يطرح هذه الأسئلة. لكن الحمد لله مواقع، الرسول صلى الله عليه وسلم زوجا، الرسول صلى الله عليه وسلم تاجرا، الرسول صلى الله عليه وسلم معاهدا، الرسول صلى الله عليه وسلم معلما. الآن واحد خذا كتاب، واحد دار كتاب في النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعلم، كتاب واحد الرسول صلى الله عليه وسلم معلما. الناس ما يتصوروش بأن كتاب مهم جدا في وسائل تعليم أكثر من 40 أسلوب ديال النبي صلى الله عليه وسلم. الناس ما يشوفوهاش، الناس يشوفوا غير صلى الله عليه وسلم ويشوفوا يتيم من هنا. أبو الفتاح أبو غدة عنده كتاب، الرسول قرأه تنتوما، ورجل التعليم خصو يقرأه. كيف كان يضرب المثال، كيف كان يحتاج إلى بعض المرات إلى رسم الخطاطة، كيف 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 والأسئلة وما إلى ذلك. هذا جزء من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن، وإنما يحتاج إلى اجتهاد، ألا نكون دائما غير مبالين أو أن نكتفي دائما بالمسائل العادية، ولكن نقول علينا أن نتعاون. المثقفون والدارسون يجب أن يسألوا السؤال. الآن تمشي للإنترنت خرج منه واحد العادات، غير الإنترنت طرح السؤال، النبي صلى الله عليه وسلم في حالة كذا، وستأتيك أحاديث أو نصوص أو شيء من هذا القبيل أو دراسات. لكن تقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دائما النبي صلى الله عليه وسلم هو أسوة، هو القدوة. وحينئذ نكون قد تفاعلنا مع هذه الآية، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أما الذي لا يرجو الله ولا اليوم الآخر هذا يفعل ما يشاء، يصنع دينا من الأوهام ومن الخرافات والخزعبلات والأشياء التي ليس لها سند في الشريعة الإسلامية. إذن بهذا النوع وبهذا النمط حينما سنقترب. طبعا المسلمون تعرفون أنهم كتبوا في السيرة النبوية كثيرا، كتبوا، والعلماء كتبوا جزاهم الله خيرا من القديم إلى الحديث، وعلماء المغرب كتبوا، والسهيلي له الروض الأنف. عيب عيب أيها الإخوة أن إنسان يكون مسلم ما عندوش كتاب ديال السيرة في الدار دياله، عيب. أنت تقول هذا نبي نريد شفاعته كذا، قل صلى الله عليه وسلم ما عندكش كتاب ديال السيرة، اش غادي يقرأ ولدك؟ أنت ما فرضا ما تقراش، ما تعرفش تقرا، ولدك اش غادي يخرج؟ كتاب الطبخ غادي يولي لك به مسلم الطبخ؟ ها الناس راهم بكري وما ياكلوا صافي. إذا هذه أشياء لابد لنا منها من أجل أن نرتقي في تديننا، لأننا فعلا الحمد لله هناك وعي وهناك وسائل للمعرفة، ربما في زمن سابق ما كانش، ولكن هذا كله موجود وكله يجب أن نطلبه وأن نقتربه. وأخيرا أقول إن من أحسن ما يقرأ في السير في كتب السيرة هو الكتب التي تتحدث عن فقه السيرة. هناك خبر السيرة والروايات الصحيحة للسيرة، وهناك أيضا ما قام به بعض العلماء من استخراج بعض الدروس والعبر والعظات من السير من السيرة النبوية، وهو شيء جميل جدا. وبعض الفقهاء، لأن الناس كان هناك من كان يسرد لا يستطيع أن يكتب، ولكن العلماء الكبار هم الذين كتبوا في فقه السيرة، كانوا يستخرجون الأحكام من السيرة قديما وحديثا. الحمد لله هناك كتب تعرفون بعضها
هي كتب فقه هكذا تسميت. مشينا للمكتبة تقول له أعطيني فقه السيرة يعطيك. وفقه السيرة تقعد له شي شوية تبقى تتعلم وتعريف الأحكام وتعرف تفهم الدين ديالك وتعرف تدافع عن نفسك. لأن هؤلاء الذين يكتبون الآن عن الإسلام بحقد ما لن يتركوا شيئا، لن يتركوا شيئا. كتبوا في تدوين القرآن وكذا وقالوا ما قالوا، لكن الذين كانوا راسخين هم العلماء الذين كانوا يعرفون كيف دون القرآن. الآن يكتبون عن الحديث النبوي، من يعرف الحديث؟ علماء الحديث يستطيعون أن يدافعوا عن الحديث. الذين طعنوا في البخاري ليس لأنهم يعرفون البخاري أبدا، ولكن الذين استطاعوا أن يدافعوا هم الذين عرفوا البخاري وعرفوا صنيعه وعرفوا الحديث. وهكذا نحن الآن ليس لنا في هذا الدين أو ما يمكن أن ندافع به عن نفسنا ونقدم به إلا أن نقرأ. مع الأسف الشديد أمتنا لا تقرأ، يدي لهم الدرس كل شيء يخرج يمشي يتفرج الفيلم وصافي. حتى أمة ما تصنع بالفيلم ولا بشي أشريطة ولا بالعلم بالمعرفة. ولما نبدأ الآن الحمد لله فقهنا كثار ماشي موجودين الآن، عندنا شباب الآن بعضهم يتبع دراسات عليا وهنا وهم قدامنا شي واحد. إذا ما تقرروش لهذه الأمة راكم تغشوهم، إذا ما جلسوش ما تقرروش راكم غشيتوهم. حنا ماشي بغي باش تقراو لنا هكذاك، علمونا. واللي ما جلسش يقرا راه غش ايد الامانه ديالو. اذا مشينا هكا غادي نصنعوا الحضاره، نصنعوا الامه الاسلاميه الحقيقيه. واحد اذا جا واحد يدير الدرس ما جبرت حتى واحد يقعد معاه. كلشي كانوا مشغولين. كلشي كانوا فاش مشغولين؟ غادي يمشيو يتفرجوا كوره ولا يتفرجوا كذا. هذاك الشيء كلشي ما ينفعكمش امام الله، اللي ينفعكم هذا الشيء اللي حنا نقولوا. اننا نبني انفسنا، واذا استحطنا نحسنوا انفسنا راه غادي نحسنوا اولادنا. اولادنا الا خلينا لهم هذه المساله اللي راه كاينه راكو خليتوهم لواحد الخطر كبير. سينهبون في العقيده ديالهم، لن تتصوروا اكثر هذه المذاهب والتيارات التي تهاجم هذا الشباب. هذا واحد غادي يردوه شيعي، هذا غادي يردوه معتزلي، هذا يردوه خارجي، هذا يردوه، ودخلوا واحد الفتنه في حياه الناس. كان الناس مطمئنين امنين، ها انتم قاعدين الحمد لله مهنين، لانكم على اتجاه واحد. لو يكون فيكم شيء واحد اخر اول غير ما نوض يكفركم، هذا كافر هذا كافر هذا كافر هذا. من بعد كنوصل واحد الدرجه بحال يوقع في المسلمين، نوقع في الصدام الذي لا هناك من يسعر هذا الخلاف. بلادنا كلها الان مسعره بسبب افكار دينيه. بلادنا كلها في الشرق هذاك افكار دينيه، ماشي افكار سياسيه فقط، افكار دينيه. مذاهب قديمه احيت من جديد ووجه الناس بعضهم ضد، وكل ما واجه الإنسان المسلم أخاه وجد من يزوده بالسلاح. هذا المسلم إذا احتاج إلى الطعام أو اللباس لا يجد من يمده به. إذا قال سأقاتل أخي قلت تفضل. فإذا تجدون الأسلحة الكبيرة في بلاد المسلمين وتجدون الطعام قليلا، والناس يموتون من المجاعة، الأطفال يموتون الآن من قلة الدواء. ومع ذلك فالدبابات تسير. من أعطى هذه الدبابات؟ من أعطى هذه الصواريخ؟ هذه المجنزرات، هذه القاذفات التي أصبحت تنتقل من بلد إلى بلد وتهدد الآمنين، من أعطاها؟ هم الذين يصنعون الخلاف، والذين هم جامدون ساكتون ينتظرون إلى أن يأتي دورهم. هناك من ينتظر أن يأتي دوره. إذن يستعد الإنسان بالمعرفة للإبقاء على الوحدة ما بين المسلمين، لدرء الفتنة، لتعرف الإنسان، ليعرف الإنسان دينه حقيقة معرفة حقيقية، ولنكون نحن إن شاء الله استمرارا واسترسالا بل ونهضة لما كانت عليه الأمة الإسلامية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.